مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة، ونحن نتواجد بحي حج المختار بمنطقة بن ديبان، حيث يعاني ساكنة الحي مجموعة من المعاناة في حياتهم اليومية بسبب ضعف البنية التحتية وهشاشة البنية التحتية بهذا الحي الشعبي. كذلك عدم الإنارة، عدم وجود الإنارة العمومية وانتشار الأزبال والأوحال، خاصة مع تهطل الأمطار خلال فترة فصل الشتاء. الأزبال كذلك على قارعة الطريق كما تتابعون معنا في هذه الصور. وبجوار كذلك المقبرة كما تتابعون معنا مشاهدينا الكرام، الردمة ومجموعة من الأزبال والنفايات منتشرة على قارعة الطريق، رغم تقديمهم عدة شكايات إلى المنتخبين والمجالس التابعة لهذا الحي. محمد حاج مقاطعة بني مكادة والجماعة الحضرية لطنجة، لكن دون جدوى، ما زالت دار لقمان على حالها. إذا الساكنة تقدموا بعدة شكايات في الموضوع. إلا أن الحي في الفترة الليلية يعيش تحت الظلام الدامس رغم وجود أعمدة للإنارة العمومية، لكن للأسف تم تثبيتها دون مصابيح الإنارة العمومية. إذا مشاهدينا الكرام، مزيد من المعاناة التي يعاني منها هذه الساكنة، معنا شباب حي الحج المختار. تفضل، انت معنا مباشرة، قلنا شنو المشكلة. خيروني من مدينة طنجة، الساكنة ديالي هي ديال اللي خلقت وتربيت فيها، عشت في السوق ديالي مشرد في هذا الحي هذا هوايا، هانتوما كتشوفوا معنا، دفعنا جميع الطلبات ديال الكهرباء، ما كيهضروش معنا، ما كيجاوبوناش، دفعنا الطلبات ديال الكامب وملعب القرب، والو ما جاوبوناش، دفعنا لهم الطلبات ديال السوق ديال قريب الحي، ما جاوبوناش، الايام ديال الانتخابات كيجيونا عندنا، كيوعدونا نخدموا معاكم، نعدلوا لكم، نصاوبوكم، هنايا شحال من روح طاحت هنايا، هاد المقبرة هادي ما فيها لا ضو، هاد الشنطي ما فيه لا ضو، ما كاين الأطفال هنا صغارين فين يلعبوا. واخا الأعمدة أنا جبتهم، ما قلتلهمش يجيبوا هذا، أنا قلتلهم جيبوا ديال الحديد، هود الولاية عندي الطلبات كاملين. مشيت للبلدية مع واحد السيد ما صدناش نذكروا سميتو، قربوا الشباب الله يرحم والديكم. تفضل الله يرحم والديكم. شو المعاناة الحقيقية اللي عندكم اللي كطيح الشتا قلتي كتحاول على السيول والجرافات التربة نعم نعم، كيدخلوا ملي كطيح الشتا كيدخلوا لنا، كيدخلوا على المنزل ديال الديور ديالنا هنايا، وكنعانيو ما كندوزوش من هنايا، كيكون الغيص عاتينا كتشوفوا مورانا الازبال، الاعمده ديال اللوح ما كاين لا ضو ولا والو، ونزلوا لنا بوطوس وبقينا كنتسناو غدا بعدو، حنا كنطالبوا يحيدوا لنا هذا اللوح هذا هوايا، حنا ماشي في الخميس اللانجرا ولا ما عارف فين، هذوك راه مقدمين علينا الله يرحم يماكم. هذه الردمه هذه ما كيعجيوش عندنا مره، ما كيجيوش عندنا، ما كيشوفوناش، كنعياو نعيطوا للصحافه، اليوم ان شاء الله عيطنا شي هاد الصحافه هذه هي ان شاء الله شوف تي في اللي غتفضحهم، الدعوه بهم لله، خلونا مشردين هنايا، والوالده ديالي هنايا عوره ما كتشوف شيء، الله يحفظ فيهم الحق، الله يبعدهم علينا، نهار الانتخابات ما تجيوش عندنا مره، ما تجيوش عندنا، النهار اللي عاد تجيو عندنا غنصوروكم، غنفضحوكم، يا الشفاره كاملين. ها الناس الاخوان ديالنا فين هما؟
صافي الدعوه بهم لله الله ياخذ فيهم الحق. السلام عليكم. المهم خوتي يمكن لكم ما شفتوش اني فين عايشين حنايا كاملين. الحومه ديالنا ولات عاصمه الردمه. اللي عنده شي بياخذ الردمه كيجي، اللي عنده شي بياخذ الردمه كيجي كيخوي علينا هنايا. كنعياونوا دروك خرجوا بالليل كندابزوا مع الناس كنقدموا كنعيطوا المقدم كنصوروا ما كنخليو ما نعملوها حتى ما كتشوفوا بعينكم. الله لا يزيد كثر. مطمورين حنا في الحياه. انا راه الدار ديالنا فين هي اللي فقع، راه مطموره تما. بنينا السور وبنينا السور وبنينا السور والحومه كامله مطموره، كلشي مطمور. كاين اللي مطمور طبقه، كاين اللي مطمور جوج طبقات. الصداع الشمس جناقه كيتجمعوا هنايا في هذه الحفره هذه، كيجيو كيسرقوا عباد الله هنايا بالليل في 6 الصباح كيكون الناس ماشيين للخدمه والله ما كيقدر يطلع شي واحد. الضو هنايا ما كاينش الضو فين يطلعوا النساء هنايا. الضو ما كاينش النساء كيطلعوا كنطلعوا معاهم حنا حتى راس العقبه عندك اديهم شي واحد ولا شي لعبه. كلشي 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 مهمش كلشي. شوف الناس الحومه، عاود الحومه راه ما عندهمش فين يلعبوا، ما كاينش لا كامبو ولا حتى شي لعبه، ما كاينش فين تهضر. مار السلام عليكم. معكم واحد من السكينه الحي حاج مخصر. كنا بالنسبه لنا كنعانيو حنا من هاد الحومه مع هاد الناس هادو. عندنا سيدي حنا طلبنا من الشكايه ديال الضو، جابوا لنا الصواري ديال الستينات ما بقى كيعملوا حتى شي بلاصه، ما عرفتش كانوا مسيبين هاد الصواري جابوا منزلوا من هنايا. حنا هادشي هذا كون احسن من ديكور ومصابو كان فيهم شي ديكور، ما فيهم شي ديكور، هما قدامين ديال اللوح ديال اللوح. الناس كيعانيو وشو الديور ديالهم كيعمروا بالماء في الشتا، كيعمروا بالماء حتى هاد التراب هذا نزل ماشي تراب اصلي. الناس جابوا خوا تماك بدا كيهود كيشد الشارع، كنعانيو حنا الليل في الليل ما كاينش الضو هنا. الناس كيطلعوا هنا كيتكرازاو في 6 الصباح تنعرف دابا 7 وما كاين حتى 8 ونص كتطلع الشمس في 7. الناس ساكن هنايا، الناس فقراء كيمشيو يخدموا كيطلعوا هنا كاين بعض الاشخاص كيتهرطوا كيكريزيوهم العساس كيجريو عليهم العساس وين كيتخبى له في هذا الواد ما يقدرش يهود موراه. شنو يكون شي يكون مسلاح ولا كذا بنادم كيخاف على راسو يهود موراه، فهمتي كيفاش؟ دابا حنا كنعانيو كنطلب من السيد الوالي يعمل شي زياره هذه الحومه هذه وشوف هذا المشكل اللي كنعانيو حنايا. حنايا كنعانيو كنعانيو كنعانيو. الى ما اقدم حومه في الشرب في حومه احسن اقدم حومه في بنديبان وهي بقات اقل حومه، ما كاين لا اصلاحات لا والو. صافي الطريق ما كاينش شي هاد الطريق هادي لا سبعه ساكن صافي تقدر بني مكادا كترجع واد واحد تهون معنا المساحات تبرد حاليا. دابا الماء باقي ما يبشي، كاين بعض الناس فين عندهم محلات في الشك يشدوا يمشيو في حالهم ما يقدرش يبقى مفتوح حيت الماء كيدخلوا للدار. بعض عندهم السوق عشوائي جا على الطريق تاعهم السوق عشوائي بقى ماشي السوق هذاك عين الناس كي ما عندهمش السوق اصلا. عندنا طلب ديال السوق ما عندناش السوق فراشه كيمشيو تما يترزقوا الله مساكن ما عندهم فين يمشيو ما عندهمش السوق ما عملوا سوق لا والو. هنا كنا عملنا طلب مثلا الارض هي كتضيع كنا عملنا فيها شي ملعب القرب للاطفال. هنا كتشوف الاطفال كيلعبوا غير في الواد ما عنده فين يلعبوا، ما كاين لا ملعب القرب ما كاينش. الناس مساكن مخشيين في الديور هنا 50 متر جالسين داخل ما كيبغيو يخرجوا للزنقه ما كيجبروا فين يجلسوا، ما كاين لا خضره ما كاين والو، فهمتي كيفاش؟ شكرا شكرا خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان، معكم عبد الله اليوسفي. اول حاجه الاخوان كان نوصل هذا الميساج للناس ديال الانتخابات اللي هما المسؤولين. انا ما كنقولش الناس المقاطعه، اللي كنقول اللي هما المسؤولين. اول حاجه منطقه ما شفتوها الاخوان هذه عندها مده 35 عام خلقنا هنايا وتربينا هنايا كنشوفوها الاخوان. هذه الحاجه هذه علاش محقوره؟ هذه البلاصه هذه علاش محقوره؟ هذه في السلطه بن ديبان، هذه جات في سون طنجة، باقيين كنعيشوا مع الطوب ومع الكلب. الردمة أنا كنت كنوقفة كندابز مع الناس، ما عندي علاقة، ما كاين اللي يحميني، ما كتحميني دولة، ما كتحميني مقاطعة، ما كيحميني الأمن الوطني. هذا الشيء هذا أنا كنخسر. الإخوان دفعت شكاية، قص البلدي، البلدية، الولاية، الجماعة، ما كاين شي اللي يسمع لي، ما جاوبوني شي مدة ديال عام. دفعنا الطلب ديال الضو. بان ما تجي لي ببوطوس ديال 4 عياشه وما يتركبوش بوطوس ديال اللوح وقلعوهم شي بلاصه وجابوهم هنايا. بان هي هاد بوطوس هادو واش باغين واش يقدروا يكونوا الاخوان؟ هاد بوطوس هادو كاينه في منطقه بن ديبان، جات نقولوا في سون طنجه. ثم الاخوان الله يجازيكم بخير. وهاد البلاصه هادي بان اللي كتريب الشارع هو كتشوفوا كيفاش صلحوه ورابت وحفراته ونوضاته. انا كنقدم ميساج للمسؤولين واللي كيقول لك انتخب عليا اللي بلا ما نسميهم اللي معروفين على بلاصه المنطقه ديال بن ديبان راهم معروفين بلا ما نسميهم وكيتوصل لهم ميساج وكيتوصل لهم ميساج بالصحافه الاولى والثانيه والثالثه. وكنشكر شوف تيفي بان هي الرابعه بان كنتوصل الاخوان وكنقولها وكتحمل المسؤوليه بان كنجريو وغاده تكون ان شاء الله كنقولها من شوف تيفي في اللايف
وكنقول بان غادي نتحملوا واحد المسؤوليه كاملين، غنعملوا واحد مظاهره ديال الحاج حاج مختار، حي حاج مختار وحي صدام، غادي نعملوها في باب الولايه. هي مصلحته شي كتكون واحد مظاهره، هاد المظاهره كتحمل المسؤوليه. كنقولها بان كنطالبوا، علاش حنا محقورين؟ اشنو خلاك حنا الطالب نستناو في عام ودفعت انا الطالب كنخسر من جيمي؟ انا ما كنشكي على حتى شي واحد، وعندي الطلب فيه عندي الطلب فيه 100 وشي حاجه ديال الناس، ومسجل ليا بالبوطوس ديال اللوح والناس اللي خدامه معاه وكتسلف وكتكافح وكتعمل الصور تحت الدار على حسب الارض كتربع عليها. غدا ولا بعدو يطيحوا 15 ضد الديار ولا 10 ضد الديار. علاش زعما حنا محقورين في هذه المنطقه هذه؟ الردمه ما كرهتش انا يعمروها، انا عييت من حصر الناس في الردمه. ما كتحملش مسؤوليه بيا انا ندابز مع شي واحد يقتلني، المقاطعه 23 اقليم بن ديبان طنجه، ما كتحملنيش مسؤوليه انا ندابز مع شي واحد نقول له الردمه شمن؟ هذه كتجيني النفس، هذه كتجيني النفس. اما الردمه انا نشوفو دابا كي خويا ما نهضرش معاه، علاش غادي ندابز معاه؟ والردمه يعملوا لهم بلاصتهم، وهذه شافوها مصلوحه ما مهمجاش، تالك من الردمه ما غاديش يجي خويا. والبوطوس نزيدكم الاخوان، هاد البلاصه هادي هادي كنعانيو بان انا خلقت، انا هنايا خلقت الاخوان 1990 عندي 30 عام، والسكن هنايا 35 عام، وهاد البلاصه هادي. اما كنعانيو بلا ما نقولوا حنا شحنا حنا كنعانيو بان المنطقه معروفه فين كاينه، منطقة معروفة بين بن ديبان وبين دار مكنا وبين برشيفة، السوق دي برشيفة اللي هو اللي في طنجة، البارح كان الواد، كان الفيران، كان الزبيل، كانت واحد الحاجة اللي معروفة كنا كنشوفوها الناموس كيطلع قد الفضيحة، اتصلحت، وهاد البلاصة هادي علاش؟ ونزيدكم واحد الميساج، يا كانت الناس، يا كانت مواليها، أعطيوها لنا ما سيدي صلحوها لنا. دابا احنا بأن كتجي كتسمع المرأة كتخرج من الخدمه في الخمسه د الليل كتستنى الراجل حتى يخرج بان باش تمشي مع الراجل للخدمه، كيوقع كريساج، ولكن كريساج ماشي نقولوا الناس الحي، لا كاين بنادم براني كيجبر منطقه خاويه، كيجبر منطقه ما مصلوحه ما والو فيها الزبل وهذا، كيجي كيكريزي. واش المطالب ديالنا اللي كنبغي نوصل انا ميساج، الله ينصر سيدنا، واللي كيقولنا هما هاد المسؤولين اللي كتنتخبوا عليهم، هما خصهم يجريوكم على هادشي هذا، وخصهم يصلحوا بان يدفعوا. اسيدي يا ما كنتوش غادي تصلحوا، وقولوا ان هي كانت الارض الناس عطيوها لهم يصلحوها، يا كانت الارض الدوله صلحوا ان الله يجازكم بخير. راه عينا ما نخسروا، عينا ما نخرجوا الناس، عينا بالصحافه، والانسان ما خصوش يكون يقول هاد البلاصه هذه محقوره، الا راه براسها الحمد لله الحياه جيتي تشوف فيه البوليس قاريين تخرجوا منه، فيه الاساسيد، فيه الناس ديال الجمعيه، فيه كل شيء. انا مشيت مره اخرى كندبس بلديه كيقول لي واعمل جمعيه واجي، وعلاش هاد الجمعيه اللي كتصلحوا لها؟ علاش المواطن ما كتصلحوا له شيء؟ علاش هاد المواطن دابا الناس اللي كيذب عليه من الارض اللي هوده، راه تر ما عارف شحال من طن ديال التراب كيهبط الشتا كيهود على الدار، واش ناري صباح ديك الصف مطيح؟ الله يجازيكم بخير الاخوان، وانا كنتحمل المسؤوليه، يا ما صلحتوها شي راه الاخوان غادي نعملوا مظاهره عند الوالي، والوالي راه كيمثل سيدنا. والله يجازيكم بخير الاخوان، وكنوصلكم الميساج المسؤولين. شوف جميع الطلبات اللي عندنا دفعناهم هنايا، ها هما كما كتشوفوا معنا الاولي، ها هو يا هذه الكهرباء انوت محروقه للحي، هذا طالب اخر، ها هو الاعمده والبوطوش جداد اللي يجيبوهم لنا. شوفوا شحال من طلبات كنديروا، شوفوا ما تقولوش هادشي كنجيبوه من راسنا. شوف جميع السكان ديال الحي لاكارطات ديالهم فينو معاهم، كاملين مدعمنا كاملين. حنايا كنطالبوا هنايا الرياض، ولا نطالبوا السوق اللي بغاو يعدلوا لنا، الله يرحم والديكم، مدرسه، ها هما الشباب فينو هما صغارين. شوفوا حيدوا ولادي من البيت، حيدوا، هانتوما كتشوفوا الاخوان شوف شحال من طلبات كندفعوا، ما كيبغيو شي يشوفوا لنا الحل لهادشي هذا. شوف شحال من شكل هاد الردمه، راه حنايا ما جبنا فين نمشيو، وراسنا نتنفسوا، الله يرحم والديكم، وشكرا شكرا بزاف عاش المالي. مشاهدي قناه شوف تي في، كنت معنا مباشره في هذا المباشر من حي حاج المختار بن ديبان، والوضعيه الكارثيه التي تعرفها البنيه التحتيه بهذا الحي الشعبي. كما تتابعون معنا مجموعة من الأزبال المنتشرة على قارعة الطريق والردمة، الأمر الذي جعل الساكنة تنتفض في وجه المنتخبين، خاصة على مستوى الجماعات الترابية التي ينتمي إليها هذا الحي. إذن الصور غنية عن التعريف،
إذن مشاهدينا الكرام شكرا على تتبعكم هذا المباشر، ألقاكم في مباشر آخر، إلى اللقاء. I'm gonna make it.